لما نروح لمذهب الشافعي كده على بعضه هنلاقي فيه أصح ومقابل الأصح. ظاهر مشهور ولا مقابل المشهور. مجموعة الروايات دي قد تكفيك عن كل المذاهب. يعني كأن مذهب أبو حنيفة لوحده يكفيك عن كل المذاهب حتى الشافعي. طب أمال خليناهم أربعة ليه؟ نمرة واحد علشان التلامذة نشر، نمرة اتنين الناس دي بقى الخمسة وتمانين دول اتفقوا على الحجية، انه الكتاب هو الحجة، ثم والثم دي تعمل عليها دايرة، ثم السنة، مش السنة تساوي الكتاب، لا، السنة دي المذكرة التفسيرية بتاعت الكتاب، ثم الإجماع، ثم القياس. بعدين اختلفوا.